لبق لك الموف والله هذا شيء الموف عليك والله حلو مع الازرق ورا بالباك جراوند كيف بسيط. شانتال شو خبرينا؟ انت ما تقولي هذا حاطط حطاطه بحطاطي وقعد كل نهار هيك حاطط راسه فيي. انبسطت منك وقت سمعت شغله عملتي لي عملت هيك انه ما كثير ما كنت كنت مرتاحه مع حالك، حسيتي في شيء زعلك طلع عاطل صح؟ شو؟ انا ما حبيت. انت شو؟ كمان ما حبيت. حلو بس في شيء اليوم زياده حلو بدي اقول لك اياه وانا يعني اعطيكي كريدي عليه انه انت كان عندك ثقه بنفسك اليوم اضبط من كثير من الحلقات وهذا اللي خليك تغني شوي احسن من قبل بس مش كافي تكوني بس الأكاديمية بالحلقه السابعه يعني انا بالنسبه لي شخصيا يعني انا ما بخليكي باداء للسابعه شخصيا يعني بقول لك شو المشكله انا انه بس التكنيك تبعي لازم ضل في مشكله طب ليه ما شي مره تقولي ما كان في مشكله ومعك حق لا معك حق بقول معك انه معك حق ما في مشكله خيي انا ضعيفه مش عم بتأقلم شانتال مش معقول الحلقه السابعه صرنا برايم سيت سيتيام برايم وني توجور فاهم ولا انت فاهم انا مش فاهم وي وي شو شانتال والله العظيم ما عندي شيء ضدك بنقهر انه اول شيء انت بنت بلدي وهيك وما بدك يعني انت عندك ثقه بنفسك اليوم بتعرفي ليه لانه حاسه حالك ما في كومبيتيتور معك ما في نومينيل لانه اكيد لو اليوم كان في نوميناسيون كنت انت وحده منهم لانه انا بالنسبه لي انت اضعف المنت الاشخاص بعد لليوم ما تطوروا بالاكاديمي بالمره يعني هذا الثقه بالنفس شوي اليوم هي جايه من قصه انه ما في حدا تاني بوجي بدي اتخبط ايه بده يطير اليوم مشان هيك كنت مرتاحه بس مش كافي يا حبيبتي مش كافي شانتال كثير عم بتشدي ونزال كثير يعني هدول قصص يعني بالمغنى الشرقي والطربي ضدك مش معي بس يعني هدول قصص مبين قد انت ضعيفه اضبط من سوابقك بس مش لانه انه قبل كنا كثير عاطين هلا صرنا اقل عاطين يعني احنا منيح لا احنا هلا المفروض يكون كثير تقدمنا احنا صرنا بالبرايم السابع مشان هيك بقول لك بتضايق